السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو حلو كتير وبدي يعجبكم على شغلة بحبها الكبير والصغير، هي البانكيك أو هي الفطاير أو القطايف الصباحية يلي على كاسة صفرة أو إمتى ما بتكون ياها، يعني بتصير بخلطة جيدة جدا بدي تعجبكم وتاكل أصابعكم وراها وجدكم أبوكم ما كان مثله. يلا شو هي؟ بدنا المقادير، قول بسم الله الرحمن الرحيم. بدكم كاستين وطحين، كاستين حليب كامل دسم، بدكم ربع كاسة زيت، بدكم معلقتين صغار بيكنج باودر، بدكم بيضة، وبدكم نص معلقة صغيرة ملح. خلصت. وبعدين نخلطها مع بعضهم، نحطهم براد لشي نص ساعة بعد ما نغطيهم طبعا، بعدين نحطهم أرجيكم شلون نساويهم على النار. هلا نضيفهم للطحين. شايفين شلون القوام بصير؟ وهيك بده يكون، يعني شايفين شلون بتنزل؟ هيك بده يكون القوام تبعها، لا كتير سائلة ولا كتير جامدة. هاي طالعنا من البراد كل فقاعات مشافين، بنحطها على مقلاية على نار دون الوسط بشوي. بعد ما حميناها مقلاية لا تلصق، حطينا عليها كبجاية، شايفين شلون بتبابي هلا هون وبتنشف شوي، بنقلبها على الجنب الثاني دقيقة ونص، دقيقتين على هالجنب ودقيقة ونص على الجنب الثاني. عندي هالمعلقة هاي منيحة هاي مشان البانكيك والقطايفات، هلا بنستخدمها مشان القلبة. شايفين شلون صارت محلاها منفوخة؟ شايفين هلا بنساوي غيرها، شايفين شلون بتطلع سميكة شوي، استنوا عليها لحتى تبدأ فقاعات تظهر تنشف شوي من الجوانب، نقلبها على الجنب الثاني. شايفين شلون السماق طلع؟ اللهم صل على النبي. هيك بده يكونوا. هلا بنحط عليها العسل والزبده، شايفين شلون محلاها؟ ان شاء الله تجربوه بيتكم، تدعوا لنا وتعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.